عندي شوربة فريك بالبصل بالبطاطس والفراخ، بس هي حكاية. نحط الأول حبة زيت زيتون، وادي البصل المفروم، وادي الثوم، كرفس وكرات، شوية زعتر، شوية روزماري. قال له حطيت كل ده، طب وانا مالي؟ وادي شوية الفلفل. الشيكينية بتاعتي، كده الفراخ بتاعتي، ده مكعب مرق، شوية كمون، بهارات فراخ، ونقلب. نحط البطاطس برضو عشان نعملها شخصية. ادي فلفل، وادي الفريك. وادي الهوت ووتر اهو. نصلي على النبي. انا عايز ادوق الشوربه دي عشان شكلها بقى كده حلوه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمال النبي. لسه بقى خليها بقى ايه تستوي زي ما هي عايزه، زي ما هي ايه عايزه. الشوربه بتاعتي استوت الله الوكيل، وعملت ايه؟ عملت شغل حلو. وحياه النعمه حلوه. الفريق عامل شغل حلو.